تقنيه الفار بلا شك اضافت الكثير والكثير. ودي كوره عند سالم خطير يا ولد يا ولد، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على الهداف، عنده 31 هدف في مشوار سالم مع الذئاب، والنهارده في الدقيقة 32 بيضع هدفه رقم 32. لكن بص شوف الحكاية، وبص شوف اللمسة الذكية وردة الفعل القوية من جانب الذئاب اللي أخيرا في الدقيقة 32 عن طريق كبير الذئاب كبير الهدافين بينجح في التعديل وإدراك هدف التعادل عن طريق القائد محمد سالم.